السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي، الله يسعد لي كل أوقاتكم يا رب. طمنونا عنكم، إن شاء الله تكونوا بخير. معكم خالد جنيد من قناتي الخاصة. اليوم إن شاء الله معنا أغنية شعبية سورية، تراث محافظة السويداء السوري، كتير حلوة وكتير هينة وكتير خفيفة ومهضومة. أغنية محبوب قلبك بالهوى سميتني، وبعد ما سميتني سميتني. ويلا نبدأ. اهلا وسهلا فيكم عن جديد اصدقائي. اذا اليوم معنا اغنية شعبية شغل تراث السويداء، كتير حلوة وكتير مهضومة وكتير هينة بنفس الوقت. اوكي، هي مبدئيا على مقام البيات. اوكي، ايقاع بيكون قثقفتي او بلدي، 135 السرعة لحد 140، يعني بين 130 وبين 140. أغنية محبوب قلبك بالهوى سميتني، أغنية كتير حلوة شغل تراث أهلنا بالسويدة. تحية معطرة بعطر الورد لأهلنا محافظة السويداء، لبني معروف أصدقائي وحبايب قلبي، تحية لهم كلهم بدون استثناء. مبدئيا الأغنية غنوها كتير شباب، آخر شي بعتقد غناها خي حسام جنيد، كتير طلعت حلوة معه وكتير انقبلت. اوكي، وضربت معه، فرح نشتغلكم اياها اليوم بناء على طلب الشباب. اغنيه محبوب قلبك بالهوى سميتني، رح نبدا من علامه الله، بنشتغلكم اياها كمان من على الري ومن على الصول كمان. اوكي شباب، مبدئيا رح اعملكم طاقين مع الغناء وبعدين بشرح عنها بالتفصيل الممل. اوكي، مثل ما قلت لكم سرعه الايقاع 135 رح اشتغلها. اوكي شباب، نبدا لك محبوب قلبك بالهوى سميتني. محبوب قلبك بالهوى سميتني، من بعد ما سميتني عليتني عجوانيحك فوق السما، من بعد ما عليتني محبوب قلبك بالهوى سميتني، من بعد ما سميتني عليتني عجواني حك فوق السما، من بعد ما عليتني. إذن شباب، هاي هي الأغنية، كتير هينية ما فيها شيء، ما تبقى يعني مجرد تشيلات عادي. هلأ منسمعكم بس نخلص شرح الأغنية، شوية تشيلات على الربابي الجلد هاي اللي بيحبوها أهلنا بالسويدة. نبدأ لكن مع من نشرح من علامة الله. هلأ أول ما ببلشوا من على الري بعدين ببلشوا من على المي. أوكي شباب، يعني أول مرة والمرة الثانية. أوكي، بتتغنى هيك وهيك. رح نبدأ، رح نشرح لكم على التنتين. أوكي، نبدأ لكن من علامة الله بالتفصيل الممل. هاي هي ما فيها شي شباب تاني، في بس انواع اللي بيكون عم يقول المطرب فيكن تسلموه هيك بالتسليمي علمي او من عري. هاي هي ما فيها شي تاني، ناخدها هلا نشرح لكم عليها من على علامة الري. شيء ناخذها هلا من علامة الصول كرمال الشباب اللي بيعزفوا الصول. هاي
شباب كتير أغنية خفيفة. أوكي هلا رح نشتغلكم إياها عزف أوكي، وبنرجع منشيلكم عليها بعدين، ناخدها من على مشرق عندي لا تحت. يا شباب ما في شيء مثل ما لاحظتوا، اغنية كتير هيني. هلا بما انه معنا هيك دقيقتين ثلاثة بالفيديو نعطيكم فيهم نشيل شوي على الرباب الجلد اللي بيحبوه اهلنا بالسويدة، وبنقفل الفيديو. اوكي شباب شباب. هاي هي الاغنية كتير خفيفة كتير هيني، ان شاء الله انا بالمستقبل احمل شوية فيديوهات خاصة بتراث اهلنا بالسويدة. اوكي بعد عنا الجوفية كتير حلوة، ان شاء الله مشتغلون على الجوفية ومشتغلون على كم شغلة. بتمنى يكون عجبكم الفيديو، كان معكم خالد جنيد من قناتي الخاصة، تحياتي الحارة لكم والى اللقاء.